ما زلنا في الولايات المتحدة، حيث تسبب الطقس السيء في وقوع حوادث سير عديدة، فقد أغلق الطريق السريع في ولاية كانساس سيتي لعدة ساعات بعد تصادم نحو 40 سيارة بسبب الثلوج دون الإبلاغ عن وفيات أو إصابات خطيرة. يأتي هذا فيما حثت السلطات قائدي السيارات على توخي الحذر خلال القيادة في الطقس شديد البرودة.